بمناسبة طبعا انك واحد من رموز بايرن ميونخ او بايرن ميونخ، خليني اسالك، ويمكن كان في مواجهات كتيره جدا جمعت بين النادي الاهلي اللي حضرتك ظاهر على شاشته دلوقتي وبين بايرن ميونخ الالماني، اخرهم طبعا المواجهه الرسميه في بطوله كاس العالم للانديه. كان انطباعاتك ايه عن النادي الاهلي، وكان رايك ايه في مستوى حارس مرمى طبعا محمد الشناوي؟ بكل تأكيد كان لم أعرف لاعبين كثيرين، ولكن هناك لاعبين جيدين جدا جدا ممتازين، لعيبة رائعة في مصر وفي النادي الأهلي. محمد شناوي حارس قوي، حارس كبير، أنا لاحظته ورأيته في بطولة كأس العالم الأخيرة، كأس العالم للأندية. عندما نرى إنجلترا وفرنسا والمنتخبات الكبيرة أيضا يمتلكون لاعبين جيدين، هناك مدارس ومدارس للناشئين وتدريب من وقت لآخر لخلق لاعبين جداد أو جدد يستطيعون الالتحاق بالفرق الكبيره والمنتخبات الاولى والفرق الاولى. بعد خروج، طب لسه معانا شوماخر؟ طيب حتى لو الصوت بس معانا، خلينا بس نساله، بعد خروج المانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا، مين من وجهه نظره مرشح للحصول على لقب يورو 2020؟ بالفعل مرة أخرى سؤال حضرتك. بسأل من بعد خروج الأربعة الكبار من الدول الـ 16، مين من وجهة نظر المنتخب المرشح أو الأقدر على الوصول للقب يورو 2020؟ بالنسبة لي المرشح الأقوى هم الإيطاليون، هم إيطاليا، بلجيكا أيضا فريق قوي، إيطاليا رقم واحد، بلجيكا سوف تأتي في المرحلة أو المركز الثاني. أعتقد واحد منهم سوف يفوز بلقب اليورو هذا العام. شوماخر، سؤالي الأخير ليك متعلق بالصورة اللي موجودة في الخلفية بتاعتك، وده اختبار ممكن يكون لذاكرتي. دي صورة مايكل شوماخر في كأس العالم إسبانيا 82 أو المكسيك 86، مش عارف يعني، مش متذكر، أعتقد أقرب إسبانيا 82. سؤال جميل. تفاجأتني بهذا السؤال. ده كانت صورة، هذا كبروفايل اند ميلا. رسمني 83 مرة هذا الرسام، وهذا رسمني هكذا، ليس له علاقة بالمنتخبات، هو رسام رسمني. أنا مرة تانية بشكرك جدا، اتشرفت بالمقابلة، وبشكرك جدا على ظهورك معانا على شاشة الأهلي في السادسة. طبعا توني شوماخر أسطورة حراسة المرمى في الكرة الألمانية.